الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله، والعباد عباد الله، العباد عباد الله، والإله إله الله. فلا بأس لو احتجت إلى التورية ويقولون ما كذب بريء. ها تفضل يا أخي. أي نعم، من أجل هذا زيدت، هي زيدت لعموم النفي. النفرة في سياق النفي كأم، فما ظنك إذا دخل عليها من ترى لعموم النفي. ها يكون منتصبا لكبيرة. كبر نعمة، كبر لا نعمة. وإذا انتسب رجل إلى قبيلة لكن أخرى لا يجوز، لكن لأمر ضروري وقالوا لك من أين أنت؟ قلت من بلد كذا أو من قبيلة كذا، باعتبار أنك مسلم وهم مسلمون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأنصار مني، أرضي هذا المعنى. فالأنصار وماذا يا أخوان؟ يجوز للشخص أن ينتسب لأمر ضروري. أن ماذا؟ أن إذا لغير حاجة فلا. تفضل. سوى هذا وهذا، الدعم ليس له يشمل هذا وهذا. هذا وعيد شديد يا إخواننا للذين يدعون حقوق الناس، ثم يتمنون ويكملون لماذا؟ بأيمان أو غير ذلك، ولو لم يكن أيمان، ولو لم يكن أمر يا إخوان صحيح. من يريد أن يعيش في هذا الزمن سليما من هذه الفتن فليبتعد كل الابتعاد عن أهل الدنيا، والله المستعان. كفر دون كفر، هي تعتبر كبيرة. نعم يا شيخ. سعيد بارع يعلم عنه. خير إن شاء الله، من أجل الجوال خيرا إن شاء الله. هم يفرون الشخص إلى الإثم، وممكن أن يحمل سعيد على أنه سعيد إن شاء الله، يفارع ماذا؟ يفارع بين الناس إذا تخاصموا. ممكن يا أخي إذا تمر أصلتني رسالة طيبة من جدة بعنوان لا إلى المرسل محسن نافع، ما خيرا إن شاء الله، وهو محسن لأن الرسالة طيبة وهو نافع إن شاء الله. وهكذا فليعمل طلبة العلم إن احتاجوا إلى ذلك. ها؟ يعني نفهم. نعم هذا. كثير من الناس ينسبون إلى أجدادهم. لا، كثير من الناس ها
عدد المحدثين أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل، عبد الله بن يوسف هو عبد الله بن يونس، ولا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس، كذلك أيضا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير، يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير. نعم. ها؟ أنا بن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. ولا بأس بالنسبة إلى ما هي من هذا البأس. من أجل هذا فقلنا إنه لا يتناول الرغيف إلا إذا كان رغبة عن آبائه، إذا كان رغبة عن آبائه، والله المستعان. نعم، أبو حرب، أخوكم يقول ابن أبي الأسود أبني أخي، يقول ابن أبي الأسود هو أبو حرب. نعم، الأمر كما يقول، بارك الله فيه. روى عن أبيه وأبي ذر، والصحيح عن أبيه وعن عمه، خيرا إن شاء الله. أنا وهنت يا إخوة، هو الذي كتبه حرب يكتبه أبا حرب، يكتبه أبا حرب ويكتبه أبو حرب. ها؟ إيه لا بأس، لكن هو ما يكتبه أو يكتب أبو حرب على الشاي. ها؟ قال رحمه الله تعالى: هذا السند عند أخيكم أبي إبراهيم من أوله إلى آخره. لا، عند أبي إبراهيم إذا عجد فانده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الآيلي. ها؟ الذي بعده. قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرني عمرو بن الحارث وهز الرأس تلقين عن جعفر بن ربيعة مصري عن حراك بن مالك هو الذي نسي إلى دهلة نفاه الوليد بن عبد الملك أو الدهر هذا نفاه إلى دهلة، فعند أن قدم إلى دهلة كان أهل دهلة يقولون واجع ترجمته من أجل أن نتذكر من الذي نفاه، حراك بن مالك من بلد السابع. فكان أهل دهلة يقولون: جزا الله الوليد خيرا إذا أرسل إلينا من يفقهنا في دين الله. فهو لم يرهو ماذا؟ وهو لم يرسله ليفقههم في دين الله، أرسل نفاه ونفى الأحوص. الأحوص هذا شاعرا ناجنا سيء الأخلاق جديد المذهب لا خير فيه، هو نفع إلى يستحق نفي إلى دهلة. لكن حراك بن مالك لا يستحق أن ينفع إلى دهلة. وهكذا لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، من صحابيه ومن أخرجه. نعم ومن قبل ربيعة أخرج البخاري. أحسنت يا أخانا، جزاكم الله خيرا. كمل. ها؟ قالت جزيرة بين اليمن والحبشة، جزيرة بين اليمن والحبشة. نعم. ها؟ يزيد بن الوليد العاقل يقول الذي نفاه يزيد بن الوليد. فجزاك الله خيرا، أحسنت. ها؟ هات يا فتاني. التي
وتريد العلو وتريد العلو. الله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا عليا ولا هكذا. جزا الله عني يذهبون إليه خير. خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. قال كمل يا أخي راكب المال. قال أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ما شاء الله. نعم. أما يزيد فما نفع الأحرف. الأحرف هذا خبيث ما نفعه إلا لأنه دخل إلى سكينة وأعتز بجده عن جدها على جدها. دخل إلى سكينة ويتنكتب إلى علي بن أبي طالب فأعتز بجده على النبي صلى الله عليه وسلم. والناس برجو ما هو من أجل الله المستعان. كم حديث قرانا يا بني انت لا الذي بعد احمد كم حديث قرانا يا احمد كم حديث قرانا يا محمد محمد لا محمد كم حديث قرانا ها حديث واحد انت ايه ها هذا خير ان شاء الله. بقي عليك من صحابة الثلاثة حتى نعرف أنك أنها رمية النظام لعمر. ها؟ نعم. ها؟ قال لأبي هريرة نعم. ها؟ لأبي ذر نعم. الغفاري والثالث نعم يا عاصم. وقال عقبه يا البشيري رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد ثقة حافظ وهنا في حديث نعم. قال حدثنا هشام بن بشير أبو معاوية وهو أيضا ثقة جليل القدر لكنه مدلس ومن تدليسه أنه تنال طلبته ذات مرة ألا يأخذ عنه إلا تحديثا ففطن له فخرج إليهم وصار يحدثهم ويقول حدثنا حسين ومغيرة فلما انتهى المجلس قال هل دلست عليكم؟ قالوا لا. قال ما حدثتكم عن حسين فهو مسموع لي وما حدثت فلم أسمعه. قيل له لا يحملك على التكفير. قال إنه أشهى إلى النفس ويعني بقوله إنه أشهى إلى النفس أنه بتدريسه يعلم أن طلبته
لم يبلغوا منزلته ولو بلغوا منزلته لما استطاع أن يدلس عليه. فقد جاء في ترجمة يحيى بن سعيد القطان من تهذيب التهذيب أنه أن شيخ أبو سفيان الثوري قال: حدثنا أبو سهل، فقال يحيى بن سعيد القطان محمد بن سالم، فضحك سفيان الثوري وقال: لا يفوتك شيء يا يحيى، عندي سؤال من صاحبه. أنت ما هو التدليس؟ ما هو تدريس الإسناد وما تدريس الشيوخ؟ هو ماذا؟ طيب، هذا تدليس الإسناد وما تدليس الشيوخ. أن يصفه بوصف لا يعرف به أيضا إن شاء الله. قد أجبت وأصبت فلله أنت. قال رحمه الله: أخبرنا خالد. من خالدنا هنا؟ يا أخانا جميل. الحداد بن من؟ وأخانا التي أخذت من ها هنا ومن ها هنا، ستذكر لنا اسم أدوه إن كان من جنبه. من من؟ من منير، خالد بن منير. عندك خالد بن عبد الله الحذا. نعم يا عبد الرحمن. خالد بن مهران الحذا. أرى أخو سليمان بن مهران؟ ليس بأخيه؟ خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله: أنا أبي عثمان وهو النهدي، واسم أبي عثمان عبد الرحمن بن مل، ويقال فيه ابن مل وابن مل بتدليس الميل. إذا قالوا بتثليث الحرف كذا فمعناه أنه في الحركات الثلاث. قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ لما ادعاه معاوية أنه أخوه، فهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش وللآهر الحجر. ادعاه أنه ولد أبيه وأنه أخوه، وأن أباه وضع على امرأة وأتت وهي ماذا؟ نعم، أما وهي يعني أمة أبي بكر الظاهر. نعم هو هذا. وكان مما غير من الأحكام هذا الحكم، حتى قال بعضهم: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عصن، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ والله المستعان. على كل هي تعد من الأخطاء التي حصلت من معاوية رضي الله تعالى عنه. والله المستعان. فأبو عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكر
وهو أخو زياد. أخو زياد. فقلت له: ما هذا الذي سمعته؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو بكر يقول: كان أبو بكر يقول: ما تصنع إذا بدنت المدينة على أم حبيبة وهي أخت معاوية، حين دخلت عليها أي باعتبار أنها أختك فقد هتكت حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم تدخل عليها أي تدخل عليها وهي كاشفة كاشفة الوجه، وإن لم تدخل عليها كذبت نفسك. وزياد هذا كان من أنصار علي، أعجب به معاوية وصار من كبار جواد معاوية وله ولايات، وبعده ولده عبيد الله ظالم بن ظالم. عبيد الله بن زياد ظالم بن ظالم، والله المستعان. نعم. ما هو؟ ايه. الجنة عليه حرام اي ها؟ اذا كان مستحلا. بارك الله فيك يا عبد الرزاق. ها؟ طيب جزاكم الله خير. أعطيكم ماذا؟ هذا ولا يجوز. السلام عليكم. طيب إخواننا، كم حديثا درنا يا أخانا داوود؟ من صحابيه؟ ها؟ عبد النبي وقاص. كم حديث درانا يا أخي معامين؟ كم حديث درانا يا أخي محمد؟ من صاحب الحديثين؟ أعد العبارة حتى يسمعها إخواني. ها؟ على لا. إذن النبي قال لأنك قلت واحدا فأبو بكر فهو ماذا؟ اثنان الذي قال وأبو بكر. الله يصلحه. اذكر الحديث بسنده يا أخي داود. من يذكر لو أن محمدا ها هنا لذكره بسنده، محمد العماني. فمن يذكر الحديث بسنده خيرا إن شاء الله. الله المستعان. ها؟ إيه لا بأس. من يقول أنا وإلا قرأته؟ أنت؟ طيب اسمي. قال رحمه الله تعالى: أنت أخي محمد ارفع بصرك. من صحابي الحديث؟ ومن؟ الراوي له عنهما. نعم. الراوي له عن أبي عثمان. الراوي له عن خالد. الراوي له عن هشيم. ها؟ عمرو الناقد. فهو مسلم يرويه عن عمرو الناقد، عن هشيم، عن خالد الحذاء، عن
أبي عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص. لا عن من؟ لا زياد ليس من رجال السنة. عن أبي بكرة. عن أبي لا. عن سعد بن أبي وقاص. ثم أيضا عن أبي بكرة. الله أما الآن إلا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الرابعي وأبو معاذ. من قال أبو عائشة؟ قال حدث وابو معاوية محمد بن خازن أم يعني شيء عرفت أنه هو كلاهما طبقة واحدة. نعم يا أخي سبان بن فريق سبان بن عبد الرحمن ماكم يقول ما تدري أبو معاوية فهم إن شاء الله. قال أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وابن بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ورآه قلبي ما
محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من ادعى الى غير ابيه ويعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم ابن الحجاج ابو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة أن محمد بن بشار وعون بن سلام فلا أعرف شيئا عنهما، فلتراجع ترجمتهما من التقدير. قال حدثنا محمد بن طلحة. نعم اليامي. سبحان الله، نخشى أن يكون غيره، فإن هذا فيما يظهر أنزل من اليامي. نعم طيب، هو الظاهر أيضا. حا، وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأنباري. قال حدثنا سفيان وسفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الشهير بالثور. ها له أخوان، نعم يا مبارك وعمر. ها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قندر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد. لكن من محمد بن طلحة؟ يروي عن زبيد؟ لا ما يكفي هذا. روى عن زبيد. طيب هذا ان شاء الله. كل من يا اخواننا؟ محمد وسفيان وشعبة عن زبيد عن ابي وائل وشقيق بن سلمة مخضرم عن عبد الله بن مسعود وابو عبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل هل يقرأ على قراءة ابن أم عبد؟
من الآية الأخرى قل هذا المبالغ طيب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك جماعة بسبب دقة شاقه فقال لشاقه أثقل عند الله أو في الميزان من جبل أحد. عن عبد الله بن مسعود قال وقال أبو موسى مضى زمن ونحن لا نظن إلا أن ابن مسعود لسان الفيل بكثرة طوله وفروجه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذنا خاصا. أما هو يا إخواننا؟ نعم أنت من ربنا في صحيح مسلم إذا رأيت ثوابي فقد أذنت لك أو بهذا المعنى. طيب ثم أتى بعض العصريين وجمع مرويات ابن مسعود وكتابه في المكتبة ولم أقرأ فيه حتى أحكم عليه. لماذا؟ بمعنى أنه مفيد أو ليس بمفيد. قال فإنه قد كثر فضول كثير من العصريين وأصبح إما أن يؤلف من أجل أن يعبد حقوق الطبع وإما أن يؤلف من أجل ماذا؟ من أجل الدكتوراه والماجستير. فينبغي أن تتنبه لهذا وأن تتأكد من فائدة الكتاب ومن عدمه. قال عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت يا دوائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نعم وليس في حديث شيبة. قول زبيد لأبي وائل باب المسلم فسوق على بابه. أقصد من هذا وأن الغالب فيما يفرض بالبشور المراد به ما هو دون الكفر لأنه قد يراد بالبشور الكفر الكافر فاسد والعاصي المؤمن فاسد فيراد هنا بالبشور أي بمعنى العصيان. وقتاله كفر إن كان مستحلا فالقتال كفر وإن كان غير مستحل فهو كفر دون كفر. أنت يا محمد لا دليلك على ما قلنا لا عند محمد هذا الحديث شعورا إن شاء الله لن تجد به محمد وسأحيله ها؟ قلنا في قوله إن كان مستحلا في قوله وقتاله كفر إن كان مستحلا فهو كفر خارج من الملة وإن كان غير مستحل فماذا فهو كفر دون كفر. قلنا يا محمد ما هو الدليل على هذا التفصيل الذي قلناه؟ نعم عندك أحسنت جزاك الله خير. ها؟ الحديث يقولان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فسماهم مسلمين. نعم؟ إن شاء الله تقبل أني تشكد تذين على هذا النار ها؟
المسلمان إذا التقيا بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، نعم سماهما مسلمين. لا نار منهم أو النار ما لا يدخلها إلا الكافر، ومنها ما يدخلها المسلم الموحد المرتكب للكبيرة الذي لا يعفو الله عنه. قال رحمه الله تعالى: أن تراك مع عبد الله كم حديدا قران الليلة من صحابيه الراوي له عنه شكرا إذا الله يصلحه. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العابسي أنت يا خنا داوود العابسي هنا ماذا؟ والعنسيون ماذا؟ أخوكم يضير العنسيون أخوكيون ما هو؟ كيف هذا؟ حتى تطور العنسيون ولا فريون ولا هذا والعنسيون ماذا؟ العصريون أو جزاك الله خيرا. لا الله لا قوة إلا بالله. العصريون ماذا؟ محبها؟ ها؟ أنت واو والعصريون ها؟ العصريون تقريبا الله يفلفك دليل على أنك لست بمتدبر. رأي جريت طالب عند عبد الكريم وانظر على حق الله وعمده عندك يا عبد الكريم هل عايشيون العايشيون بصريون نعدها واحدة طيب العمسيون كوفيون العمسيون ثانية خير إن شاء الله الزمان نحن الزمان الله المستعان عند أبي إبراهيم العمسيون كوفيون عندك طيب العيشيون والعنسيون انتهينا ها تزيد حراتهم عرفة لكن عندنا أرض العنسيين ترى أداب النار قال رحمه الله وابن المثنى قال محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن عن محمد بن جعفر الملقب بغندر في طبقته نادى في طبقته محمد بن جعفر ابن أبي كثير وهو أرفع قليلا عن شعبة عن منصور بن المعتمر وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا عفان ومسلم المشايخ البخاري قال حدثنا شعبة بن الحجاج
أن لا أملك كلاهما أنا بوائد. قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. هذا يا أخواننا أن الشخص يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رواه الجمع عن ماذا؟ عن أبي وائل الأعمش ومنصور وجبري، ثلاثة ومهى ثلاثة. نعم. ها؟ والذي رواه الدفاع عن الفتنة إن أفاد علما تلقيته بالقبول، وإن أفاد ظنا تلقيته بالقبول. الناس يتفاوتون، ولو أن شخصا يقول هنا أنا لم يفيدني هذا الحديث إلا ظنا، ألا يجوز على أبي وائل أن يهن؟ وألا يجوز على عبد الله بن مسعود أن يهن؟ لو قال قائل أنا ما أفادني إلا ظنا، ما نلومه؟ ها؟ ها؟ لماذا؟ لأن بارك الله فيك أبا وائل حافظ كبير، وابن مسعود كذلك، يعني ما بقي وقد رواه عن أبي وائل جمع، فكان يعني ما مع بعدها يقول لو قال شخص أنا ما أفادني إلا ظن. ما عندنا دليل من كتاب السنة أننا نقول يلزمك أن يفيدك علما. ها؟ هو أمر وجداني، يقول الصنعاني أمر وجداني. فمن الناس، من طبائع الناس، من الناس من يصدق على أول كلمة يسمعها، ومن الناس من ينقد الكلام نقدا، ينقد الكلام نقدا، ويجمع بين أطرافه، وربما يظهر له خلل في الكلام فيستدل به على عدم ثبوته. هذا أمر. وبعدها أيضا الناس يختلفون في معرفة أحوال الرواه، الناس من يعرف أن شعبة بن الحجاج جبل من جبال الحذر، ومن الناس من لا يعرف شعبة أصلا من الفقهاء، ربما يوجد من الفقهاء من لا يعرف زبيد اليامي، زبيد بن الحارث اليامي. وهكذا أيضا الناس يختلفون في هذا وذاك، والله المستعان. ونحن ما نقول لا نعمل إلا بما أفادنا علما، ولا نقول إن الحديث الذي أتى من طريق واحد لا يفيد العلم، نقول إنه أمر وجداني، من الناس من يفيده علما، ومن الناس من يفيده ظنا، ويجب قبوله سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. لا أقول يجب العمل به، يجب قبوله. الفرق بين قبوله وبين العمل به، قد يكون العمل مندوبا، ويكون العمل مباحا، ويكون العمل مكروها، على حسب ما يستطيع، لكن يجب قبوله سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. ها؟ إلا بعض المعتزلة وبعض يعني أهل الحديث، بعض أهل الحديث مثل أبي محمد بن حارث، وقد رد عليه الصنعاني وأحسن رد في قوائل المحلى. ها؟ التي هي ما استطاع دفنه وجزاك الله خيرا. أنا عند دفنا فكم وكم، لكن يبين ما هي علينا. نعم يا عبد الله. ها؟
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ومحمد بن المثنى أبو موسى الأنسي الملقب بالزمن وابن بشار محمد بلد جميعا من جميعا من يا أخي سعيد؟ أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار وهذه قاعدة عند مسلم وهو تقديم محمد بن المثنى على ابن بشار لأن محمد بن المثنى أجل من ابن بشار نبهنا عليها بعض إخواننا جزاهم الله خيرا الظاهر أنه أبو الحسن مراد نعم جميعا عن محمد بن جعفر وعند زادنا شعبة 20 سنة من قال 20 سنة ما أعراب 20 سنة تمييز حال ها هاي هذا من شاء الله ثانية أسأل أنت وصل إحنا إعراب 20 سنة ها؟ نعم حبك أجبت لا حال إن شاء الله لا أنا أختار ما عندك إجابة أنا أختار نعم عندك 20 تمييز خيرا إن شاء الله عند ذا طالع 20 تمييز ها وسنة حال خيرا إن شاء الله عندك يا داود من عندك يا من عندك من عندك ها من عندك محمد الله المستعان اصبر يا اخي جزاك الله خيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله صنوا مع الصادقين انت يا عبد الرزاق ما اعراب 20 سنة ها وعودة وسنة ها خيرا ان شاء الله انت يا اخي انت يا عبد الرحمن تشكيلين مفعول بعض طلبة وأنت علي ها؟ متفق علي أخوكم علي يا أبوي متفق عليه أن 20 مفعول به وسنة تمييز أسمعوا جزاكم الله خيرا ها؟ لا عندك لا تعني من هذا الإعراب 20 سنة إعراب 20 سنة ها؟ كيف؟ لا أنا شربت 20 سنة ما لها محذوفة النون؟ المضاف المضاف تحذف نونه المضاف تحذف نونه لأنه ملحق ما لها محذوفة نونه خيرا إن شاء الله أنت يا محمد ها ها لا إعراب 20 أنا بقاعد عندك 20 مفعول فيه وسنة تمييز ولا هنا مضاف ولا مضاف إليه الله المستعان يا إخواننا اسمعوا جزاكم الله خيرا عن شعبه
وهو ابن الحجاج. سؤال آخر، ألم صاحبك؟ ها؟ عندك 20 منفرد أم غير منفرد؟ ها؟ منفرد غير منفرد. لعبد الرزاق ولا في 20 منفرد. أبو المستعان عندك يا صالح 20 منفرد أم غير منفرد؟ غير منفرد خيرا إن شاء الله. الله يا أخو محمد 20 منفرد أم غير منفرد؟ ها؟ منفرد؟ خيرا إن شاء الله. عشرين منفرد أو قارع من الاستضافة عدمه الأتمة التي يشهدها التنوين، وهذا ما يدخله التنوين فلا يقال فيه منفرد ولا عدمه. ولا ها؟ ها؟ لا جمع جمع في جمع المذكر الشامل قال يعني جمع قبل الترجمون قبل الترجيب جمع تكسير. قال عن محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ أنت وابني عبيد الله بن معاذ مثل أبيه أنت الله يعافيك أنت يا علي أنت أنت عبيد الله بن معاذ مثل أبيه أسأل الله إذا رشيك يا علي سألني أسأل ها؟ ها؟ معاذ أسمع يا علي عبد الله بن معاذ اسمه أبيه معاذ. بارك الله فيك. ولا قبله ولا حدثنا أبيه ولا معاذ بن معاذ الأنذري ولا حدثنا شعبة. متى أهدك بشعبة يا أخانا عبد الرحمن راجحي وبعد قبله أقرأ الجنة. صحيح. عن علي بن مدرك النافع نسبة إلى ماذا يا خانا؟ من رامي. ها؟ نفع من عيني. وين؟